القافلة تسير، القافلة تسير، القافلة تسير وإلى المدينة. هذه يدعي فيها السياسة، لأن فعلا إلى تجتهد لا يخصها تقولوا لي القافلة تسير والكلاب تنبح، لا يخصها تقولوا هذه. أنا سنسير قافلة الإصلاح، سنسير قافلة التشبث بالتوالي بالدفاع عنها إلى النهاية، سنسير هي اللي غيتسير إن شاء الله، ولكن بتعاون جميع، ولكن بتعاون جميع اليد في اليد. شي وحدين جاوا بحال هذاك المول هذيك القافلة اللي تسير، شي وحدين جاوا بغاو ينوضوا بغا يبينوا لأن علاش القافلة اللي تسير، يعني راه المغرب غادي باش يجي للدارجة، غير انتم يا هؤلاء الذين تدافعون الفصحى، انتم اللي هما أقلية. هذه رسالة، هذا ضد معاكس تماما للواقع، للواقع، لأن شفنا ردود فعل ديال المواطنين اللي كنحيو، أنا بغيت نحييه جميع المواطنات والمواطنين اللي داروا ردود فعل، واللي علقوا، واللي استنكروا، واللي بينوا، واللي جابوا الآراء العلمية، والآراء اللسانية، والآراء من منطلقات أخرى، منطلقات دستورية، منطلقات الهوية ديال المغرب، منطلقات المرجعية، كل واحد كان يجاها، المهم احنا مجمعون، هذا هو المهم، ما يهمش منطلق حقوقي، هذا المنطلق، حنا الغربة كلنا، كل واحد يستند على شي حاجة أنا ما عنديش مشكل، ولكن اتفقنا على واحد القضية، وهذا هو المهم، أنا بغيت نحيي لأن هذا ردود الفعل ديال المواطنات والمواطنين، هذا كيعني أن المواطنات والمواطنين عندهم يقظة وعند شي حاجة إلى التروجات اللي كانت كيبينوا الموقف ديالو وكيعبروا عليه كنحييهم وكنقول لهم راه انتم سددوا الموقف ديال الحكومة بالحقيقة وقويتوا الموقف ديال الحكومة وبالتعاون يمكن حنا نواجهوا هذا التعاون نسدوا عليها حالا ومستقبلا وبالمناسبة هذا الموقف لأن هذه القضية ديال الدارجة والفصحى ماشي جديدة هي قديمة قديمة هناك موقف ديال سعد الله قال لهم راه كتب مقال كامل كيرد على شي تهديد اللي كيدوي على الدارجه المغربيه الى اخره في مجله مشرقيه ومنشور سعد الله الفاسي كتب في هذا الموضوع ووضح الموقف ديالو والمهدي اليسرى هو راه عنده هجوم صاعد على من يدعون انه سيتقرب وهكذا كثير من رموز الوطن ورموز المغرب في الماضي وفي الحاضر عبروا على هذا الموقف فهذا ليس موقفا نشازا في تاريخ المغرب، لا ماشي موقف نشاز، بل هو الموقف الاصلي للتيار العام من المصلحين ومن العلماء ومن المفكرين ومن الذين يريدون مصلحة البلد في المستقبل. لا عندهم علاقة بالسلطة، ماشي ناس مسؤولين، ماشي وزراء، هما مصلحين يريدون هذا البلد أن يتقدم من أي موقع. فلذلك هذا موقف ما فيش، وأريد أن أوجه رسالة إلى هؤلاء المشوشين. لأنهم مشوشين حقيقة لأنه في واحد القضية مثل هذه وطنية كبيرة متفق عليها يريدون أن يفرقوا بين أبناء الوطن الواحد أنا اللي غادي نقول لهم القافلة تسير وكملوا من بالكم أنا بغيتش نكملها القافلة تسير ولن تتوقف إن شاء الله ومن مجاهد يقول صاحب القافلة تسير يقول لك أن رئيس الحكومة ما عبرش على الموقف ديالنا الحقيقي غير خايف من الناس فاش نهضر شنو الضجه شفتوا هذا التصريح ديالو اعتذروا جا من بعد كيقول لا ما كنكونش رئيس الحكومه جبانه راه كنقول هو قال لي انا خايف من الناس انا هذا الموقف مبدئي وانا الامازيغي ابن سوسه الذي اعتز بامازيغيتي واعتز باللغه العربيه قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي